الشمس والخضرة والبخور. فهذه ثلاثة أشياء إذا هي موجودة في الصباح فيعطيك دفعة كذا، يعطيك روح شوي مختلفة. حاليا في مسك مدير تسويق في مسار مسك المهارات، أحد المسارات اللي موجودة في البرامج في مؤسسة مسك. إذا أخذناها كسلسلة فالتمكين بادي من سمو سيدي إلى القادة. القادة يمكنونا حنا أن نسوي شيء، يعطونا المساحة اللي نسويه. حنا وش نسوي؟ نمكن المستفيدين ونمكن بعض الشركاء بأنهم يمكنون مستفيدين أكثر. يمكن كثير ما يدرون أنه أنا أساساً مهندس، اشتغلت 4 سنوات كمهندس، قبلها درست 6 سنوات في قسم هندسة البترول، إلى أن جت نقطة التحول أني أنا أحول من العالم هذا إلى عالم ثاني اللي هو عالم التسويق والبيانات وغيره. إذا كانت هذه البرامج موجودة على وقتنا بشكل سهل الوصول لها، كان ممكن أتجنب أني أنا أشتغل لمدة 4 سنوات، أدرس لمدة 6 سنوات في مجال قد يكون ممتاز ولكن ما هو رغبتي اني انا استمر فيه. في شيء مسك المهارات قاعدين يقدمون شيء الان نتمنى لو كان موجود قبل. حمله قصه عزيز طبعا فريده جدا. ليش فريده؟ مفهوم البرنامج زي ما ذكرنا انه على الناس اللي او للطلاب اللي يتمنون بانهم يكتشفون مسارهم المهني بناء على اهتماماتهم ورغباتهم. هذا الشيء كنا احنا نفتقده وحاليا موجود. اول ما تبدا الحمله ويبدا الفيديو هي شخصيه وهميه حتى تنتهي بأنه نقول لهم أن قصة عزيز قصة حقيقية أصلاً. فالحمد لله الحملة لقت يعني إعجاب ونجاح وأرقام وقبول من الشباب. فتفرح لما تشوف الطلاب اللي سجلوا في البرنامج لما نسألهم أصلاً أنه وش الشيء اللي جذبكم للبرنامج ويقولون الحملة والإعلان. هذا الشيء يعتبر لنا بالنسبة لنا ختم. بالضبط ختم معناته أنه حنا سوينا اللي نحتاجه بحيث أننا نوصل للناس المطلوبين.